حتى الحيوانات تجد مأوى. الله أكبر. القصف في بابا عمر 13/2/2012. الله أكبر الله أكبر. كل شيء معرض للقصف في حي بابا عمر، حتى الحيوانات لم تسلم منه، من قصف بشار الأسد وعصابته. الله أكبر. طالب جمعية الرفق للحيوان أن تحمي الحيوانات من حيوانات بابا عمر. لا زال القصف مستمر على حي بابا عمر حتى الحيوانات لا تجد لها ملجأ. نطالب جمعية الرفق للحيوان أن تحمي هذه الحيوانات من عصابات الأسد. انظر كيف الشظايا ضربت رجل هذه القطة. الله أكبر. إنها لا تستطيع حتى المشي. هذا ضرب من شظايا بشار الأسد وقنابله وصواريخه، حتى الحيوانات لا تستطيع أن تجد ملجأ آمن لها في حي بابا عمر. Yeah.